لحضراتكم مع حلقة جديدة من سلسلة مبادئ علم الهارموني واللي بسجلها لقناة افتكاسات الفنون وقناة المايسترو محمد الفكياني ومحدثكم محمد الفكياني. اهلا بيكم. النهاردة نتكلم عن التطعيم. التريشن. ايه موضوع الالتريشن او التطعيم؟ الفكرة بمنتهى البساطة ان انا لما بكون في سلم كبير بطعم من السلم الصغير المباشر له. يعني ايه؟ يعني مثلا اذا كنت انا في دور كبير فباخد تألفات في تألفات معينة بقدر استمدها او استعيرها من سلم دور صغير. والعكس صحيح، لو انا في سلم دور صغير مثلا اقدر استعير بعض التألفات، تألفات محددة اقدر استعيرها من السلم الكبير. طيب ايه الحدوتة دي تعمل ازاي؟ عندنا تألفات اللي بينفع فيها عملية التطعيم دي، اللي بنستهدف التألفات فيها، في منهم تألفين هنعمل لهم سبوت شوية هما الأكثر شيوعا، وفي تألفين تانيين يعني استخدامهم بيبقى نادر لكن هندرسهم مع بعض. طيب أنا لما أكون في سلم وهعمل تطعيم لسلم قلنا لازم يكون سلم مباشر، يعني لو كبير يبقى نستلف من الصغير ولو هو صغير هنستلف من الكبير. فتعالوا النهارده نعمل النموذج بتاعنا على دول. يعني انا لو عندي مثلا ادي دو اهو، مثلا خلينا ناخد دو كبير اهو سي ميجر، وناخد تحت فكره التطعيم. اوكي وده دو ماينر. لو انا عندي سلم كبير او سلم صغير هناك بعض التألفات اللي بنقدر نطعم فيها والبعض الآخر ما يقدرش نطعم فيها. أشهر التألفات اللي بنقدر نطعم فيها تآلف الدرجة الرابعة وتآلف الدرجة السادسة. دول الأشهر والأكثر شيوعا الرابعة والسادسة. هناك تألفات أخرى بنقدر نطعم فيها ولكن مش بنفس قوة الرابعة والسادسة. وهي تآلف الدرجة الثالثة وتآلف الدرجة السابعة. تعالوا بقى نشوف الموضوع. احنا عندنا السلم الكبير الدرجة الرابعة بتاعته اللي هي بتبقى فا لا دوب. استعرف ده لما احب اطعمه، يعني انا في سلم دوب كبير وحبيت اطعم دوب كبير بتآلف الرابعة بتاع دوب صغير، ايه اللي هيحصل؟ ان التآلف نفسه اهو ادي فا لا دو، ايه اللي هيحصل فيه؟ الدو والفا في السلم الصغير، احنا عايزين بس نحط التدليل هنا سي بيمول مي بيمول لا بيمول عشان هو ده دو كبير ده الصغير. الفا والدو هم الفا والدو، ولكن التغيير هيكون في الدرجه الثالثه، فيبقى الدرجه الثالثه هي اللي هيتم تطعيمها. فاللا بيمول هنا وهتبقى هنا لابيكار، هنا هتبقى لابيمول، واللابيمول هنا هتبقى لابيكار. يعني هنا لما احب اطعم في دو كبير هاخد فكره اللابيمول، لان الفا والدو واحده، فاقوم حاطط هنا لابيمول. يبقى انا لما اكون في سلم دو كبير وعايز الرابعه مطعمه احط في الدرجه الثالثه بيمول. طيب وهنا برضو هنا اصلا فا لابيمول دو، برضه الفا والدو ثابتين معايا، لكن اللا هي اللي ممكن نغيرها، فنقوم حاطين هنا اللابيكار. يبقى هنا الرابعه مطعمه. اوكي؟ هتحط لها بيكار، لكن هنا الرابعه المطعمه هتحط لها بيمول. اوكي؟ وفي التركيب دايما بيحطوا اللي هي، يعني هنا مثلا هنقول بي ثلاثه، اللي هي الدرجه الثالثه في التآلف، ثالثه التآلف هي المخفضه. هنا هنحط بيكار ثلاثه، يعني الدرجه الثالثه هي المطعمه زودناها. اوكي؟ يبقى هنا تآلف الدرجه الرابعه لو في سلم كبير احط له تآلف بتاع السلم، يعني اشد التآلف اللي تحت ده احطه فوق، اللي هو كان قبل ما نحوله، يعني كان فار لا دو، فار لا بيمول دو، حطيته فوق، فحطيت له البيمول. والعكس صحيح، هو لو سلم صغير وعايز يطعم من السلم الكبير يبقى البيمول دي هحولها لبيكار عشان يبقى تآلف كبير. يعني هنا الرابعه هتحول، اصل الرابعه هنا تآلف كبير، فتحولت هنا الى تآلف ايه؟ الى تآلف صغير. يعني وهنا العكس، كانت الرابعه صغيره اتحولت هنا الى تآلف كبير. ادي فكره التطعيم.
ان انا في سلم كبير التآلف هنا كان كبير خليته صغير استبدلته من تحت، والعكس صحيح، هنا السلم عشان كان صغير كانت الرابعه بتاعته صغيره خليتها كبيره فضعمته من فوق. طيب الدرجه الثانيه اللي اقدر اطعم فيها هي الدرجه الثابته. الدرجه الثابته، طيب عندنا هنا في السلم الكبير الثابته لا بيكار، يبقى التطعيم هيكون في نعمة الله. يعني انا هنا لما اجي اجيب الدرجه الثابته اهو، نحط الثابته بس كده مبدئيا، وهنحط ده برضه تحت الثابته اهي. الثابته هتكون ايه؟ هتكون لا دو مي، وهنا برضه هيدي لا دو مي. طيب هنا الثابته دي بتتكون من لا بيمول ومي بيمول، خلي بالك ان هنا عندي اللا بيمول والمي بيمول قدام هي عاديه، هنا بقى اللا بيكار والمي بيكار، يعني اللا بيكار والمي بيكار، فهحتاج ان انا احولهم للا بيمول ومي بيمول، يعني التطعيم هنا هيكون في الاولى والخمسه. هنا بقى لما احب ارقمه، انا غيرت فين؟ غيرت في الاولى وفي الخمسه، فهنا في الحاله دي هنقول الاولى بيمول والخمسه بيمول. كده بقى عرفت ان ده تآلف مطعم، لما يحط لي سته اولى بيمول خمسه بيمول، يعني هي في الاساس وفي الخمسه ما كانتش بيمول، ولكن انا طعمتها استلفتها من السلم الصغير حطيتها فوق السلم الكبير، وبذلك يكون تحولت التآلف ده من تآلف صغير الى تآلف كبير مطعم. اوكي؟ طيب تحت برضه هيحصل العكس، هو هنا كان اصلا تآلف ايه؟ كان تآلف لا بيمول دو مي بيمول، يعني كان تآلف كبير اصلا، يعني هو هنا اصلا كان تآلف كبير، هيحول الى تآلف صغير بايه بقى؟ ان انا هرفع هنا اللا بيكار، ما انا هستلف من السلم الكبير، يعني ده كان بالخفض، دول بقى اصلا محفوظين هحولهم بالرفع، فيبقى هنا هحول اللا بيمول الى لا بيكار والمي بيمول الى مي بيكار لو استلفتهم من السلم الكبير، اصبح هنا الاولى بيكار والخمسه بيكار. يبقى ده فكره التطعيم في تآلف الدرجه الثابته. وهم دول اهم تألوفين في الالتريشن بتاعنا، الدرجه الرابعه والدرجه الثابته. وهنقول برضو ملحوظه، لان الدرجه الثابته من التألوفات الفرعيه بيفضل عند التكوين فيها، لما نيجي نعمل تفرده على اربع اصوات يفضل تكرار الثالثه، يعني احنا بنقول كده دايما في التألوفات الفرعيه يفضل تكرار الثالثه، يعني لما هتيجي توزع التألوف ده بعد كده يبقى ايه؟ لا دو دو مي، وده يبقى لا دو 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 مي، يعني نحاول نكرر الثالثه علشان نتلاشى بعض الاخطاء زي الخمسات والاكتافات سواء متوازيه او مختفيه. طيب نروح بقى لتألوفات اقل شيوعا او مش مستخدمه كتير، اللي هي تآلف الدرجه الثالثه المطعمه والدرجه السابعه المطعمه. الثالثه اللي هي هتكون مي، يعني بيتكون من مي سول سي، ادي الدرجة الثالثة بتاعتي. طيب ايه اللي هيحصل؟ هي مي سول سي ده تآلف صغير، لما نحب نطعمه هنلاقي ان عندنا المي والسي دول ايه؟ عشان نطعمهم من صغير ده لازم نحولهم الى بيمول، يبقى هنحط هنا المي بيمول والسي بيمول عشان نطعمه. طيب المي بيمول والسي بيمول، يبقى انا في الحالة دي هقول له هنا ان الاولى بيمول والخمسه بيمول، ان انا حولت الاولى بيمول والخمسه بيمول. اوكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده برضه يفضل عند احنا هتسال على نفس القاعده في التالفات الفرعيه، يفضل تكرار الثالثه، برضه يفضل هنا ان انا اكرر الثالثه. طيب تعالوا بقى نشوف برضه في التآلف الصغير ينفع؟ ينفع، بس احنا هيبقى عندنا هنا السبعه اللي هي مي سول سي سبعه السلم، اوريدي احنا في الصغير بنرفعها، يعني احنا اوريدي لازم بنبقى رافعين الخمس اللي هي حساس السلم، فهيبقى هنا برضه
التآلف. طب معلش بس نكتب هنا ان ده اتحول الى تآلف كبير، ده بقى كبير، هو اساسه كان تآلف صغير، كان مي سول سي تآلف صغير، اتحول الى تآلف كبير. نشوف بقى هنا التآلف هيبقى اصلا مي سول سي. طبعا اوريدي احنا كده كده بنحط عشان نستخدم السلم الهرموني، فكده كده بنحط السبعه بنرفعها علشان تبقى الحساس مرفوع، وكذلك هنا المي هتبقى مي بي كار، فهنا برضو هيبقى الثالثه بتاعتنا مطعمه اهي، وهنقول برضو ان الثالثه الاولى بتاعت التآلف بي كار والخامسه بي كار. هنا كان التآلف اصله يعني التآلف اصله كبير، فهيتحول بقى من مي سول، احنا بدلنا يعني فوق نزلناه تحت ومن تحت طلعناه فوق، فاصبح التآلف هنا تآلف صغير، يتحول هنا الى تآلف صغير. ده فيما يخص تآلف الدرجه الثالثه المطعمه، وزي ما قلنا هو اقل شيوعا، هو مش منتشر قوي. تعالوا بقى نشوف الدرجه السبعه، السبعه في السلم دول اللي هي هتبقى سي، سي ري فا، فهيبقى بتتكون من سي ري فا، ادي سي ري فا، المفروض ان ده بطبيعته اصلا تآلف ناقص، سي ري فا تآلف ناقص، يعني الدرجه السبعه هنا بيبقى سبعه ناقص ادي السبعه، اوكي؟ ايه اللي هيحصل فيها؟ السي هنقدر الري والفا بالنسبه للسلم ده عادي مفيش مشكله، المشكله عندنا في السي، فالسي هنا نقدر نخفضها تبقى بيمول، نستلف علامه البيمول من الصغير فتبقى سي بيمول، اوكي؟ فالسي بيمول هنا هيبقى سي ري فا، كان بيتحول من تآلف ناقص الى تآلف كبير، وهنا في الحاله دي هنقول ان الاولى بيمول بس، احنا ما لقيناش غير في الدرجه الاولى، احنا غيرنا الدرجه الاولى فقط بس، فهنا اصبحت السي بيمول، وده برضه من التلفات اللي هي قليله لما بتستخدم لكن موجود، يعني موجود في الالتريشن، موجود الاستخدام السبعه. بالنسبه للسلم الصغير هي اوريدي كده كده بتبقى مطعمه، يعني بطبيعه السلم الصغير بتكون السبعه فيه مطعمه، ليه؟ لان هو اصله سي بيمول، يعني هو اصل التآلف تحت، اصل التآلف ده لما كان تحت سي ري فا، كان هو اصلا السبعه بتاعته، كانت السبعه بتاعته ايه؟ من السي بيمول ري فا، كان تآلف كبير اصله، بس بما اننا بنستخدم السلم الهرموني فكده كده لازم بنرفع الحساس هنا، فاوريدي كده كده بنستخدم السبعه الناقص، يعني كده كده في السلم الصغير بنستخدم السبعه الناقص، بس برضه لا مانع ان احنا نقول ان السبعه او يعني الدرجه السبعه ده الدرجه الاولى فيها محوله، يعني هي اصلا في السلم الهرموني محوله، اوكي؟ ده باختصار درس الالتريشن او التطعيم، وهاكد تاني بس فكره الجزئيه دي مهمه جدا جدا، لما نيجي نصرف التالفات او نبني التالف على المدرج الكبير لابد ان احنا نكرر الدرجه الثالثه في التالفات الفرعيه. ارجو ما اكونش نسيت حاجه يعني في الدرس، هو درس بسيط يعني ولطيف. ما تنسوش اذا عجبكم الشرح ان شاء الله تشتركوا في قناه افتكاسات الفنون وقناة المايسترو محمد الفكهاني، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وإن شاء الله أشوفكم الحلقة الجاية على خير. السلام عليكم.